بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله تكونوا جميعا بصحة وخير وسلامة وسعادة. رجعنا اليوم بالمحاضرة رقم 3 في موديول من محاضرة البثولوجي في موديول الآرس. محاضرة خفيفة بسيطة سهلة، هي عبارة عن تكرار لمحاضرة المايكرو الأولى اللي بتحكي عن المايكوباكتيريوم تيوبركيلوسيس، عن التي بي، يعني مع شوية إضافة جزئيات صغيرة بسيطة إن شاء الله تكون سهلة. أول إشي الدكتورة لما سألت في البداية أنا يعني حاولت ألحق اللي يعني حكته، وبالمجمل كان هو يعني معظم الأسئلة اللي سألتها ما بعرف يعني من الممكن إنها يعني تفيدنا، من الممكن إنها تيجي بالامتحان. فأول أسئلة يعني الأسئلة كانت عن تسأل عن شو الفرق بين البكتيريال انفكشن وعن الفيرال انفكشن، حتى قعدت تحكي عن الأوبستراكشن أتريكتيسس وتحكي عن الكوزس تبعتهم، تمام. وقاعده تحكي برضو عن السكندري انفكشن ميكانيزم، شو الميكانيزم تبعت السكندري انفكشن الاوبترنسيك بكتيريا، يعني مثلا زي حاله الستاف، حاله الانفلونزا تايب اي او بي او نورمال انفلونزا، لما يجي الستاف يكون ستاف ايروس يكون اوبترنسيك باثوجين في هاي الحاله. وطبعا هلا مدريد ويا ابو ثلاثه، يا ابو ثلاثه صار الليل يا ابو ثلاثه. الله يعطيكم الف عافيه يا رب. ونقول يا رب وبسم الله الرحمن الرحيم. pulmonary infections راح نحكي عن الكرونيك، يعني المحاضرة السابقة قعدنا نحكي عن الأكيوت نيومونياز، اليوم راح نحكي عن الكرونيك نيومونياز. بقول لك الكرونيك نيومونيا is most often غالبا وعادة هي راح تكون localized lesion، تمام، يعني هي راح تكون موضعية في immunocompetent individual. يعني لو بنلاحظ ان الكرونيك نيومونيا على الأغلب، تمام، راح تكون أول شغلة localized lesion موضعية، اثنين للجماعة اللي مناعتهم يعني بلش يا ضعيفة يا مش ولا بد، تمام، with or without regional lymph node involvement. يعني بقول لك في بعض حالات راح يكون أنا عندي regional lymph node involvement، يعني راح يكون أنا عندي انتقال dissemination عن طريق lymph node، ممكن تعمل lymphangitis، من الممكن إنه ما يصير أنا عندي lymph node involvement. يعني typical granulomatous inflammation راح يكون أنا عندي granuloma، تمام. والسبب تبع الجرانيولوما واحد بكتيريال، من ممكن يكون مايكوباكتيريوم تيوبركيلوسيس زي ما احنا عارفين كلنا، واللي هسه راح نشوف انه لما يصير انا عندي فاجوسايتوسيس من الماكروفيجز ويلتمون الماكروفيجز ويلتموا التي سيلز ويعملوا لي جرانيولوما وبعدين تتحول لكاسيتنج جرانيولوما، هسه كله راح نحكي باذن الله. وبرضه فانجاي، من ممكن ان يكون انا عندي فانجال انفكشن تعمل لي جرانيولوماتوس انفلاميشن. بقول لك بالاميونو كومبرومايز بالناس الجماعه المرضى اللي عندهم مناعه هم ضعيفة، the usual presentation is widespread disease due to systemic dissemination of the causative organism. بقول لك يعني الجماعة اللي مناعتهم ضعيفة بسبب انه مناعتهم ضعيفة بتلاقي المرض ما اقتصر فقط على الرئة، بتلاقيه انتشر لباقي الجسم. فبالتالي هذا الاشي انه البرزنتيشن تبع المريض انه اول ما يجيك الاعراض راح تختلف من مريض الى اخر، لانه كل واحد له مناعته الخاصة فيه، لها درجات ضعف يعني. فكل واحد يعني مثلا ممكن يجيك واحد معاه صحيح ميونو مثلا كومبرومايز، ولكن مثلا معاه كل الكومبليكيشنز كانت باللنج، بيجيك واحد مثلا كانت عنده كومبليكيشن باللنج وبالسبلين، بيجيك واحد عنده كومبليكيشن عنده باللنج والسبلين والكدني، تمام. وهاي هي مثلا التيبيكال تي بي لما يروح عليهم السبلين والكدني. فبنلاقي احنا هنا ما عندنا يعني يوجوال برزنتيشن، تمام، يعني خلص بفوتوا فينا، بفوتوا علينا، بيحكوا لنا واحد اثنين ثلاثه، لا از وايد سبريد، يعني يعني خلينا نحكي متنوع بين المرضى. التيوبركلوسيس is by far the most important entity within the spectrum of chronic pneumonias. هو أكثر واحد خلينا نحكي مشهور وأكثر واحد مهم لازم الواحد يعرفه بالنسبة للchronic pneumonias. التيوبركلوسيس communicable chronic granulomatous disease، زي ما حكينا جرانيولوما هو بسبب الجرانيولوما inflammation بسبب ليها mycobacterium tuberculosis TB. Usually involves the lungs. بقول لك in the lungs يعني غالبا راح يهاجم الرئة، بس بقول لك من الممكن انه يصير له dissemination، يعني ممكن انه ينتقل لأعضاء أخرى في الجسم. Dissemination غالبا راح يكون يا اما lymph nodes يا اما blood، والغالب blood، تمام. ال WHO عملت لنا state أو عملت لنا consideration لل TB انه راح يكون أكثر cause of death بالنسبة لأنه يكون يعني single infectious agent بسبب مثلا مايكروب واحد، مش مايكروب يعني عدد واحد، لا نوع، يعني مايكروب واحد هو leading cause of death،
تمام؟ يعني واحد خلاص معه تي بي وبس تي بي مات منه، هو أكثر إشي يعني خلينا نحكي بموت اللي هو التي بي. شو الأسباب أو شو الطبيعة السببية الباثولوجية للتي بي؟ بقول لك المايكوبكتيريا ار سلندر رودز، يعني هم عبارة عن خلينا نحكي زي عكازات، زي بتعرفوا العكازة بس من دون الطعج اللي هاي بتيجي على الراس بيرتكي عليها الواحد، يعني خلينا نحكي زي عصاي، تمام؟ رودز تعرف اسيد فاست. ايش يعني اسيد فاست؟ خلينا نرجع شوي بالمايكرو تبعت سنه ثانيه في البدايه. الاسيد فاست بيقول لك يعني انا عندي الطبقه، عندي طبقه دهنيه خميله على السلول تبعهم او على السلم برين تبعهم، تمام؟ انا اسف بميزش بين السلول والسلم برين، فبديش اخربطكم واعطيكم معلومه خاطئه، بس خلينا نحكي على الغلاف تبعها عندها كثير ليبيدز، تمام؟ فهذا الاشي انه راح يخلي الامور بما يتعلق بالستيننج صعبه، فلازمها سبيشال ستين علشان انا اقدر اصبغها واميزها عن غيرها وعلشان اعرف انه هاي هي. طب شو هاي السبيشال ستين؟ بنسميها زيهل نيلسن ستين. شو بنسميها؟ زيل نيلسن ستين، تمام؟ زيل نيلسن ستين بيقول لك طيب كونك انت عندك كثير ليبيد، طب شو رايك انا اصبغ لك هاي الليبيد وبالتالي علشان انت تقدر تشوفها. فهذا اللي بيصير انا عندي في المايكوبكتيريا، تمام؟ بنسميها اسيد فاست لانه انا عندي هاي كونتنت اوف كومبلكس ليبيدز، فبالتالي لما انا هاي السبيشال ستين بنسميها زيل نيلسن ستين راح ترتبط لي مباشره بالليبيدز وتبين لي بالمنظر هذا. لو بنلاحظ انه زي ما احنا شايفين انا عندي منظر الرودز هنا وهاي هي التي بي، تمام؟ بقول لك التي بي هومينينز او هومينس اللي هي النوع يعني is responsible for the most cases للتي بي، يعني هو اكثر واحد مشهور واكثر واحد بسبب اللي تي بي. The reservoir of infection typically is found in the individual with active pulmonary disease. وبرضه انا بدي اضيف على الدكتوره، والدكتوره اضافتها كلاما، and could be latent. بقول لك يعني حامل المرض هو اللي بتظهر عليه اعراض، بس برضه حامل المرض اللي هو بيكون latent. بس ايش؟ ايش يعني ليتنت؟ يعني خامد، يعني انا عندي البكتيريا خامدة بالجسم تستنى مناعة الجسم تنزل علشان تظهر، فبالتالي برضو هذا حامل للمرض ولكن ينتظر ايش؟ يعني انا هون اذا بدي ازودها، وهي الافضل اني ازودها بصراحة، انه انا اكتب ايش؟ and could be latent waiting for مثلا for the immunity مثلا to be down. اذا الاميونيتي نزلت، اذا الاميونيتي قلت، هذا الاشي راح يعمل لي ايش؟ البكتيريا تنتهز هاي الفرصة ويصير انا عندي secondary infection، يعني الانفكشن مرة ثانية لان اول مرة نامت بعدها صحيت لما كانت المناعة قليلة، فبالتالي من ممكن انه يصير انا عندي بعدين كمان مرة reservoir. Transmission usually is direct، مباشر. Inhalation airborne organisms in aerosols generated، يعني عن طريق خلينا نحكي الرذاذ الهواء المتنفس، by expectoration or by exposure to contaminated secretions. من ممكن انه مثلا واحد اجلكم الله يعني من دون قرف شوي، بس انه مثلا خلينا نحكي عنده ميوكس بالنابكن تبعه وانت مع الاسف مسكت النابكن، انت على ايدك تي بي، انت مثلا مسحت انفك او مثلا لمست انفك، لمست مثلا ثمك، فبالتالي congratulations you have a TB now. عرفنا للinfected individuals. الباثوجينيسيس، الباثوجينيسيس بقول لك اول ثلاث اسابيع في النونسنسيتايزد بيشنتس. شو يعني النونسنسيتايزد بيشنت؟ يعني never has been exposed before to TB، ما عمره تعرض لتي بي قبل هيك، تمام؟ طب شو الباثوجينيسيس؟ اول واحده بقول لك انتري انتو ماكروفاجس، انا عندي المايكوبكتيريوم الامور تمام. تذكروا لايبو بروتين ارابينو منون ريسبتر، تذكروا اللام، هذا اللام اللي هو نفسه المنوز ريسبتر. هذا المنوز ريسبتر بقول لك راح يرتبط على السطح بالماكروفاجس، بالالفيولر ماكروفاجس، يعني الماكروفاجس بتكون بالالفيولاي، طب ارتبط فيها، فبقول لك راح المفروض يعني التيبيكال انه مثلا انا تفوت عندي ترتبط بالفاجوسوم وتصير يعني بالفاجوسوم ويصير انا عندي فاجولايزوم، تتحلل البكتيريا وتطلع وخلاص، هذا هيك الطبيعي انا عندي. بس لانه التي بي يعني مايكرو اورجانيزم حقير، شو راح يعني يصير انا عندي؟ بقول لك راح يصير انا عندي ماتشوريشن اريست، راح يصير انا عندي لاك اوف اسيد بي اتش، راح يصير انا عندي ان افكتيف فاجولايزوم فورميشن، فبالتالي وهي محطوطه بالفاجوسوم ما راح ترتبط باللايزوزوم،
تمام، بحيث انها تتحلل هاي البكتيريا، راح تظل موجوده. بسبب انه راح تظل موجوده وبسبب اللام اللي اخذناه في المايكرو، شو راح يصير؟ انا عندي انشيك باسيلاري بروليفريشن، راح يصير انا عندي باكتيريميا وذ سيدنج وذ مالتيبل اوف مالتيبل سايتس. يعني انا في جوه المايكروفيجز التي بي راح تاخذ عزها وراح تعمل لي ريبليكيشن وراح تتعزز، يعني عايشه بقصر داخل الايش الماكروفيجز. فبالتالي انه يعني عايشه حساب الماكروفيجز بتصير انا عندي. للديفلوبمنت اوف سيل ميدييتد اميونيتي بقول لك ذس اوكرز ابروكسيماتلي 3 ويكس افتر اكسبوجر، يعني الواحد عمل اكسبوجر اليوم بعد 3 اسابيع راح يصير عنده كل هاي الشغلات. فالالفيولار ماكروفيجز راح ترتبط، يعني هذا بعد الاكسبوجر بعد ما انا صار انا عندي كل شيء، يعني لما عملت المنوزه سبتر ومثلا نجحت بعض الماكروفيجز انها تدمر، فبالتالي خلينا نحكي انه هاي الماكروفيجز الان عارفه كل هاي الامور، فبدها تروح تخبر التيسل، تخبر المناعه، يا جماعه الحقوني انا في ناس قاعده بتتكاثر داخل الماكروفيجز، انا قدرت احطهم بس الباقي ما بعرف انا اذا قدرت احطمه او لا. او بتجيك يعني الماكروفيجز باختصار بتقول لك انا في ناس داخلي انا مثلا انقذني. اللي بصير كالاتي، بقول لك الالفيولار ماكروفيجز انا بتيجي انا عندي بتطلع لي انترليوكين 12، انترليوكين 12 راح يرتبط على التيسل، تمام، على التيسل. التيسل راح تروح للتي هيلبر 1، تمام، اللي هي تي هيلبر 1 راح تتكون للتي هيلبر 1 او مش تتكون، هي تي هيلبر 1 راح تفرز انترفيرون جاما، تمام، او جاما انترفيرون. هذا الانترفيرون راح يرتبط لي على الاكتيفيتد ماكروفيجز. الاكتيفيتد ماكروفيجز راح يعمل لي مايكوباكتيريال كيلينج، خلاص ببلش يقتل، ببلش ماكروفيج اكتيفيشن، الفاجولايزوم ماتشوريشن اند اكتيفيشن، خلاص الامور طيبه. ليش؟ لانه انا اللي بداخل جواي اشتغلت اللايزوزوم، انت بطلت تقدر تمنعني، الان انا بقدر اقتلك. بس قبل هيك نوقف انا عند النقطة هاي، انا بديش اكمل، انا بدي اوقف هنا عند الاكتيفيتد ماكروفيجز بلش يقتل فيها، تمام. في انا عندي تيست علشان انا اعرف انه والله هالمريض معاه تي بي ولا ما معاه، بنسميه تيبركلين تيست. التيبركلين تيست قائم انه انا يصير انا عندي بجيب انا عندي ابرة وبخزها هنا، والان احنا راح نحكي عنها بالتفصيل. لما انا اغزها هنا بعد 48 ساعة ل 72 ساعة إذا طلع لي إريثيما ومساحتها أكثر من 5، يعني تقريباً 5، ويعني في اختلاف شوي بين المايكرو والباثو، بس لنفترض إنه أنا عندي 5، إذا مساحتها أكثر من 5 مليمتر معناته أنا هذا الشخص بوزيتيف للتي بي، اتفقنا؟ هذا الشخص بوزيتيف للتي بي، تمام؟ ليش بوزيتيف للتي بي؟ لأنه الأكتيفيتد ماكروفيجز لما صار لها أكتيفيشن مين طلعت لي؟ مايكروباكتيريال كيلينج، طلعت لي الأجزاء، تمام. الماكروفيجز عرفت بوجودهم، الماكروفيجز صار لها اكتيفيشن، الماكروفيجز بتعرف بوجود التي بي. فلما انا احط إشي شبيه بالتي بي الانتيجنز او بالتي بي انتيجنز او البيوريفايد بروتينز تبعتهم تبع التي بي، راح تيجي الماكروفيجز وتاكلها، فاكيد راح يصير انا عندي انفلاميشن، لوكالايزد انفلاميشن انا عندي هنا، صح ولا لا؟ فبالتالي هذا بيعطيني دلاله انه الماكروفيجز اصلا متعرفه عليها. ليش؟ لانه هو اصلا متعرض للتي بي. اما اذا الشخص يعني فقط صار انا عندي اريثيما وقل من 5 وشغلات زي هيك، معناته هذا الجسم اول مره بتعرض لهذا الانتيجن، فبالتالي ما كان انا عندي بيج ديل، ما يعني الجسم ما تعرف عليه وعمل استجابه سريعه وما عمل خلينا نحكي الهيصه اللي بيعملها لما يشوفها مره ثانيه، لما يشوفها مره ثانيه يصير بيصير بينها وبينه ثار، فبروح باقوى قوه عنده. بس لما اول مره بقول لك مين انت يا عمو، حرفيا عرفنا. بعدين اكتيفيتد ماكروفيجز راح يطلع لي تي ان اف تومور نكروسيس فاكتور، راح يعمل لي مونوسايت ريكروتمنت، راح يجمع لي الماكروفيجز، تمام، وعندي سنسيتايز تي سيل انا عندي هنا راح يتجمعوا مع بعض، لانه الاكتيفيتد ماكروفيجز في داخلهم مثلا في هنا انا عندي ماكروفيجز مش قادر تحلل انا عندي تي بيز، تمام، فبالتالي راح يصير انا عندي تجمع، راح يصير انا عندي مالتي نيوكليتد جاينت سيلز، راح تتجمع بعض الماكروفيجز مع بعض ويكونون لي مالتي نيوكليتد جاينت سيلز، فبالتالي راح يعمل لي هذا المنظر شو بنسميه جرانيولوما، تمام. تنبيه بسيط، انا عندي يعني بعدين راح يصير عندي كازيوس نيكروسيس، تمام، لا بعدين راح يصير انا عندي كازيوس نيكروسيس وهذا رد فعل طبيعي لما يكون انت عندك جرانيولوما. جرانيولوما ايش يعني جرانيولوما؟ يعني خلينا نذكركم، هيك حاس انه في ناس لسه مش متذكر تماما شو يعني جرانيولوما. جرانيولوما بيقول لك انه هاي البوديز اتمت، هاي محاوله الجسم لما يشوف انا عندي شغله مش قادر يتخلص منها، تمام، فمين بيحيطها؟ بيحيطها الخلايا المناعيه، عند احاطه الخلايا المناعيه عمل بارير، هاي اللي في الداخل ما راح يقدر يطلع لبرا،
تمام؟ فبالتالي انا بصير انا عندي الانفلاميشن، خلينا نحكي في المنطقه هاي راح يظل كل شيء موجود، ويعني خلينا نحكي راح يصير انا عندي نكروسيس في المنتصف، وهي بنسميها ايش انا عندي جرانيولوما. فبالتالي راح تتقدم راح يصير انا عندي كيزيوس نكروسيس، او كنا نحكي لها بالجنرال باثولوجي تشيزي، يعني لانها هيك شكل ابيض تمام. بس معلومه بسيطه، في البدايه لما تجمع كل إشي كانت عباره عن تيشوز، كانت نون كاسييتنج او نون كاسييشن نكروسيس تمام. هذا بالايرلي ستيج، بالليت ستيج بتصير انا عندي ايش كيزيوس نكروسيس تمام. بيقول لك الدكتورة ضربت مثال سريع يعني وركزت على العرضين هذول. بيقول لك إذا أنا عندي تي بي، شخص معاه تي بي، راح يجيني أنا عندي كف ونايت سويتس، نايت سويت تمام، يعني عرق في الليل، بتعرق في الليل أو بتعرق وهو نايم. طيب نأخذ على الأحمر علشان نكمل بالمثال. بيقول لك patient with rheumatoid arthritis، وهذا اختلال مناعي بيصيب أنا عندي الجوينتس، عرفناه بالأمساس، who are treated with TNF antagonist have an increased risk for tuberculosis reactivation. طيب الريماتويد ارثرايتس حكينا اختلال مناعي بيصيب الجوينتس، السبب الرئيسي انه انا بكون انا عندي تومر نكروسيس فاكتور بكثره، هذا الاشي راح يسبب لي جذب للخلايا المناعيه، وراح يسبب لي انا عندي ايش انفلاميشن في انفلاميشن من لا شيء في داخل الجوينتس. طب شو العلاج تبعها؟ اني انا اقطع الاشاره اللي بتجذب الخلايا المناعيه، واللي بتجذب يعني بتعمل لي الباور اوف، او خلينا نحكي اللي بتطلق شرارة أو رصاصة مثلا البداية تمام. فأنا بعمل تي أنا فأنتاغونست مضاد له. طيب لما أنا يجيني مريض مناعي مع تي بي وبغض تي أنا فأنتاغونست، شو رح يصير أنا عندي؟ رح تزداد فرصة إنه يصير معاه تيبركيلوسيس ريأكتيفيشن، يعني تجدد الإنفكشن. ليش؟ لأنه أنا عندي الأكتوفيدد ماكروفيجز هنا رح تطلع لي إيش TNF مشان تعمل لي مونوسايت ريكروتمنت وتحشر لي اياها بجرانيولوما. اذا انا هاي مش موجوده انا عندي، يعني انا باخذ قاعد TNF انتاغونست، انا هاي المنطقه اختفت، انا هاي المنطقه او مش هاي المنطقه عفوا هذا البروسيس وما بعد اختفى. ليش؟ لانه انا قاعد بلغي وجود TNF. فبالتالي هل الخلايا المناعيه قادره انها تحصر الانفكشن؟ لا. هل الخلايا المناعيه قادره انها تقضي على الانفكشن؟ لا. معناته انا شو راح يصير انا عندي؟ انا كاني وقفت وقفت الاميون سيلز وخليت التي بي يقتلهم واحد واحد، ما خليته يقضي عليها. فبالتالي التي بي راح تاخذ عزها وراح تعمل لي رياكتيفيشن قوي، وبالتالي يعني تعمل لي شغلات جدا خطيره. فبالتالي لازم انا الشخص اللي معاه تي بي ومعاه ريماتود ارثرايتس لازم اوقفه عن التي ان اف انتاغونست، او احوله لبديل دواء ثاني بيشتغل على مثلا اميون ميكانيزم ثانيه بحيث انه ابعد عن التي ان اف انتاغونست. بقول لك individual with inherited mutations في أي component، يعني في أي تكون لل T helper 1 pathway، بقول لك extremely susceptible to infection with mycobacteria، بقول لك راح يكون معرض جدا إنه يصاب بالتي بي. طب ليش؟ لأنه طلع T helper 1 أنا مش زابطة معي بالtuberculin test، T helper 1 ما راح يشغل الماكروفاجس، طب مين راح يقضي على التي بي؟ صح ولا لا؟ tuberculin test بقول لك about 2 to 4 weeks after the infection has begun، من اسبوعين لاربع اسابيع بعد ما تبلش انا عندي الانفكشن، بقول لك intracutaneous injection، انا بدخل عن طريق الجلد 0.1 of sterile purified protein derivative، يعني من الاسم protein purified protein derivative انا جبت بروتين عملت له تنقية، عملت له تطهير من التي بي وانا غزيته، يعني باعتبار يعني خلينا نعتبره باعتبارا انه انتيجين تمام، وانا بغزو سبكيوتينوسلي تمام او انتراكيوتينوس عفوا انتراكيوتينوسلي اند يوزز ا فيزيبل اند بالبابل اند ديوريشن، راح يطلع لي شغله انا بقدر اشوفها وبقدر احس انه والله في هنا زي رفعه هيك شوي صغيره بالجلد، اقل شيء 5 ملم ان دايامتر، ذات بيكس من 48 ساعه ل 72 ساعه. اذا اعطاني بقول لك اذا اعطاني مثلا لنفترض 10 ملم هذا بوزيتيف، هذا ايش انا عندي بوزيتيف انفكشن تمام، راح يعني استجابه موجبه، فبالتالي انا عندي انه هذا والله عندي انفكشن. بقول لك البرايمري تي بي فورم اوف ديزيز ديفلوبد ان بريفيسلي ان اكسبوزد اند ذيرفور انسنسيتايزد بيشنت، ما عمره تعرض للتي بي. بقول لك في اللارج ماجوريتي اوف هيلثي انديفيدوال، ان جماعه يعني الاصحاء كثير منهم، بقول لك الشيء الوحيد اللي بيصير معاهم او العاقبه الوحيده من التي بي اللي صار معاه اللي هو انه يعمل لي ايش
primary tuberculosis are the foci of scarring, انه يعمل لي انا ايش fibrous calcified nodule at the site of the infection, يعني يعمل لي calcification انا عندي هنا. تمام, يعني هذا الوحيد اللي راح يصير انا عندي بالهيلثي individual, هاي الاونلي كونسيكونس اللي راح تصير انا عندي بالايش بالهيلثي individual. بس طبعا صحيح انه هيلثي, صحيح انه كل هذا, بقول لك هاي الفوكاي هاربر فايبل بس اللاي, يعني في داخلها هاي تي بي, هاي شوفي في داخلها, هاي في داخلها تي بي بس دورمنت, نايمه هاديه ما بتعمل إشي. تمام, يعني الجسم مش شايفها, ليش؟ لانها مغطي كالسيفايد مسكره. تمام, الجسم هو شايف رئه, مش شايف كالسيفيكيشن, مش شايف جرانيلوما, مش شايف كل هذا, هو شايف منطقه طبيعيه بس, يعني زي انها مخبيه تحت احرام والاحرام فيه مخدات وهذا, يعني كانه متخبي تحت الارض خلينا نحكي. تمام, and thus serve as nidus for the disease reactivation at a later time of host defenses wane. بقول لك يعني هذا بتستنى انا عندي المناعه لتقل علشان تاخذ عزها وتطلع برا, يعني بس الحرس ينام هي تصحى وتعمل لي الخراب تبعها. يعني من الممكن انه واحد مثلا عمره 22 سنه, عمره 21 سنه يتعرض للتي بي بسبب انه الجهاز المناعي في شبابه واموره تمام وقوي, فبالتالي يعني يصير معاه كالسيفيكيشن وتتخبى فيها الايش التي بي. ممكن على عمر السبعين او على عمر الستين لما الجهاز المناعي يقل, يعني تخيل بعد 40 سنه من الممكن انه يرجع انا عندي يصير معاه سكندري رياكتيفيشن, سكندري انفكشن في التي بي. انت متخيل لوين؟ يعني يغيب مثلا ممكن ديكيدز, 40 سنة. برضو مثلا هذا الشخص اللي عمره 21 سنة لا سمح الله على عمره 30 صار معاه تومور, قاعد باخذ انا عندي ايش كيموثيرابي, او مثلا صار معاه مثلا اوتو اميون ديزيز, فانا بعطيه كورتيكوستيرويدز واللور ذا اميونيتي, فبالتالي من الممكن انه يعمل لي ايش تي بي. المورفولوجي بقول لك 1 سنتيمتر 1.5 سنتيمتر اوف جري وايت انفلاماتوري كونسوليديشن ايمرجنس, شغله صلبه حجمها 1 سنتي لو 1.5 سنتي. تمام, بتكون موجوده انا عندي هاي ايش جرانيولوما انفلاماتوري كونسوليديشن, ذس كولد كالسيفايد. طبعا شو بنسميها هاي؟ جون فوكس وذ كيزيوس نيكروسيس ان ذا سنتر, يعني هاي انا شو بسميها؟ هاي بنسميها ايش؟ جون فوكس. حلو, انا هون هاي بسميها جون فوكس. تمام التمام, بقول لك تيوبركل بس اللاي ايذر فري اور وذن ذا ماكروفيجس, يا ما بقول لك لحال هيك يعني هي محشوره داخل الدائره او انها في داخل الماكروفيجس, ترافل فيها ذا لمفاتيك فيزلز تو ذا ريجنال لمف نودز, من ممكن انها تتسافر عن طريق اللمفاتيك فيزلز عن طريق الريجن لمف نودز وتنتقل. يعني انا مثلا المنطقه هاي من ممكن انا في المرحله الطبيعيه يعني في الانفكشن نفسه اذا كان انا عندي هون لمف نودز تنتقل لها وتسافر. انت متخيل لوين؟ This combination of parenchymal and nodal necrosis is called ايش؟ gone complex. بقول لك يعني انا بصير انا عندي parenchymal ونودال ليجن, يعني بالخلي باللنج نفسها بالبارينشيمال, يعني بالبارينكيمال هاي بكون انا عندي ايش؟ infection. بالنودال ليجنز برضو بصير انا عندي infection, فشو بسميه؟ gone complex. تذكر انه الجون فوكس بصير انا عندي بس بالبارينكيمال, اما الجون كومبلكس راح يصير انا عندي بالبارينكيمال وبالنودل يعني باللمف نودز. تمام, اللمفاتيك والهيماتوجينوس ديسيمينيشن الانتقال عن طريق اللمفاتيكس او الهيماتوجينوس تو اذر بارتس اوف ذا بودي از اولسو اوكورز ديورينج ذا فيرست فيو ويكس. بقول لك يعني مش شرط, ليس حصرا انه لما يصير انا عندي سكندري انفكشن والله ينتقل هذا المرض, لا مش حصر هذا له, من الممكن انه يصير انا عندي ايش برضه من البرايمري, يعني فكله بيعتمد على مناعه الشخص. فالجون كومبلكس بقول لك ريج وايت بارينشيمال سب بلورال فوكس وذ ذا هايلر لمف نودز كاسيشن, وهاي هي المنطقه بتكون انا عندي في الهايلم. تمام, انا عندي هون اللمف نودز, بكون انا عندي لمف نودز, بكون انا عندي بالبارينكيمال. برضه الدكتوره بصراحه اشرت هون يعني انا مش عارف, فان شاء الله ان شاء الله انا بكره راح احاول اسالها لانه ما لقيتها بعد المحاضره, ان شاء الله راح اسالها عن الصوره هاي, وبالمحاضره الجاي باذن الله راح اشوف انا الصوره تماما واشرحها تماما وبالله برضه بتتضح اكثر. بس انه يعني عرفوني جون كومبلكس يعني بارينكيمال ويعني ايش نودال ليجن, الجون فوكس يعني انا عندي الايش الجري وايت انفلاماتوري كونسوليديشن. طيب بالهيستولوجي بقول لك سايت اوف انفكشن كاركترستيك انفلاماتوري رياكشن presence of cassiating or non-cassiating granuloma. ليش يا مهند؟ يعني يا هيك يا هيك مش فاهم, حدد. بقول لك non-cassiating بالearly stage, cassiating باللate stage. تمام, which consists of epithelioid histiocytes and multinucleate giant cells. حكينا مين المالتي نيوكليير جاينت سيلز؟
two macrophages aggregated together. تمام؟ يعني أنا عندي هنا tuberculosis lymphangitis. تمام؟ بقول لك أنا عندي الكيزيوس نيكروسس، أنا راح تكون أنا عندي بالنص. إيش هاي عبارة؟ بقول لك هاي أنفرس جرانيولر إزينوفيلك ديبريتك ماتيريال، ماتت وصار عندها نيكروسس. طيب أنا عندي شو الطبقة الثانية؟ بقول لك modified macrophages with abundant cytoplasm، هذولا إيش هم؟ epithelial cells، يعني هذولا عبارة عن إيش؟ macrophages بيحتوي harboring in them من هم TB. اللي وهاي إيش هاي؟ بقول لك multinucleated Langerhans giant cells اللي هم macrophages aggregated together. شو هذولا؟ بقول لك color of lymphocytes وall، يعني mostly إحنا شفنا إنه هذولا إيش؟ T cells surrounding the epithelial cell aggregates. طيب وهي هي الصورة كمان مرة، بقولك على low power إحنا شو بنشوف؟ calcified region حواليه راح يكون أنا عندي macrophages. أنا هون أنا عندي إيش؟ مش شايفها 100%. طب خليني أنا أعمل على high power، هنا عملت على high power، أنا عندي هون أنا شو بشوف؟ multinucleate giant cells. برضو أنا عندي على low power، أنا هون شو شايف؟ أنا شايف كثير macrophages. أنا عندي هون multinucleate giant cells. طيب أنا بدي أشوف على ستين، أنا لازم أخذ هنا بايابسي، وأنا بدي أشوف بصراحة تي بي. فأنا بروح على الزيل نيلسن ستين، بجيب زيل نيلسن ستين، بقول لها يلا هي الليبيدز خذي عزك، وبصبغها بعملها ووشنج، أشوف يلا نعم هي لونها زهري. هسا هم أجريجيتد توجذر، هم يعني هيك مجتمعات مع بعض، ملزقات في بعض، علشان هيك ما راح يبين لي الرد ابييرنس تبعها، يعني انه على شكل العصاي. تمام، من ممكن انه انا يبين لي هنا، انا بعرفش اذا انتم شايفين هاي مثلا عصاي، هنا انا عندي عصاي، انا عندي هون عصاي، عندي هون عصاي، فيعني هم اجريجيتد توجذر، هم بس يعني هيك مجتمعات مع بعض. سكندري تيوبركلوسيس او الري اكتيفيشن، صار انا عندي ري اكتيفيشن، انا صار انا عندي ايش؟ الاميون سيل، الاميون سيستم، انا عندي مستوى نزل، انا عندي صار ضعف الاميون سيستم، فبالتالي انا الايش؟ التي بي راح تاخذ عزها، صح ولا لا؟ فبقول لك يا سيد العزيز انه secondary tuberculosis is the pattern of a disease arises in previously sensitized host. يعني اشي طبيعي انه لما يكون انا عندي اسم شغلة اسمها reactivation، يعني انه الشخص تعرض قبل للتي بي، ولكن هاي التي بي تخبط عن الجهاز المناعي، وبعدين الجهاز المناعي كونه قل صار off guard، مسكته وهو نايم وطلعت، صح ولا لا؟ previously sensitized اكيد تعرض للتي بي قبل هيك. It may appear shortly after primary tuberculosis، ممكن انها تبين بعد وقت قصير. But more commonly arises from reactivation of dormant primary lesions، زي ما حكينا بتكون مخبيه في الكالسيفايد هاي ليجنز، many decades after the initial infection. فكلها بتعتمد على الاميون ستاتس، انه هل مناعتك يعني قلت راح يصير انت عندك reactivation. فالواحد مثلا لما يكون عارف انه تي بي وعمل كلتشر، فهو الان مثلا خلاص معافى، تمام، بس هو يعني على الاكس راي بينت انه مثلا والله معه عنده انفلاميشن فوكاي، ومبين انه عنده جون فوكاي او جون فوكس، فبالتالي يعني هو عارف انه اذا الاميون ستاتس تبعته نزلت راح يصير معه اكتيفيشن، تمام. فاول ما يقح بروح بفحص جد، يعني انت لما يكون عندك مريض انت بتعرفه زي هيك صار معه نايت سويتس وكف، فيروح يفحص باسرع وقت علشان ياخذ الادويه اللازمه، لانه ليش؟ secondary reactivation tuberculosis أخطر من primary. ليش؟ لأنه بصير له dissemination، وهسه رح نحكي عنه بزيادة. بقولك only a few patients أقل من 5% with primary disease subsequently develop secondary tuberculosis. طبعا مش بالضرورة إنه كل واحد صار معه TB يصير معه focal calcified وإلى آخره، وإنه يسبب لي reactivation، يعني إنه يرجع له TB، مش بالضرورة أقل من 5%. زي المايكرو المايكرو اللي هي نسبتها يعني 100%، 95% بكون أنا عندي تمام بصير لهم هيلينج، و5% بروح على الشق السيء، تمام، يعني بصير معه complications. من ال 95% 5% راح يصير لهم reactivation، وهون نفس الإشي ان شاء الله نسبي صح يا رب. secondary pulmonary TB بقول لك classically localized at the apex of one or both upper lobes. فانه شو المكان المحبب للreactivation؟ في الأبر لوب، تمام. may relate to high oxygen tension in these apices. ليش؟ لانه فوق انا عندي high oxygen tension، وهي البكتيريا بتحب الاكسجين، فبالتالي كونه فوق مشبع بالأكسجين، فبتقول له خلاص يا عمي أنا بضل فوق ليش أنزل. فالريجنال ليف نودز آر ليس بروميننتلي انفولفد إن ذا إيرلي أوف ذا ديزيز. بقول لك بالبداية ما راح يكون أنا عندي يعني خلينا نحكي تشارك
بين التي بي والليمف نودز في بدايه المرض. بقول لك كافيتيشن از كومن ذا سكندري فورم، فمن ممكن انا يصير انا عندي كافيتيشن. شو يعني كافيتيشن؟ يعني مش عارف انا شو الاسم الكلمه العربيه يعني بالضبط اللي بتوصفها، بس يعني الكافيتيشن كانك انت بتمسك مجرفه تمام وبتحفر قاعد في الارض زي هيك. راح يصير انت عندك دقيقه، راح يصير انت عندك التجويفات. نعم راح يكون انت عندك تجويفات زي ما احنا شايفين هنا. انا عندي هون، 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 بصير انا عندي كثير كافيتيشنز، وهذا إشي كومن يعني يعني تقريبا عند الكل. leading to erosions، راح يصير انا عندي ثقوب into and dissemination along the airways. يعني خلاص انت حرفيا انت صار عندك تجويفات، صار عندك ثقوبات، صار عندك يعني خزقت الدنيا في بعض، فاكيد اكيد اكيد راح انت تعمل erosion للبلد فيزل، واكيد التي بي راح تنتقل عن طريق الدم. So the sputum containing many bacilli، اكيد راح يكون في عندي كثير bacilli. ليش؟ لانه يعني هي قاعده حرفيا هي قاعده بتاكل، وصار عندي cavitation upper half، فاكيد الباس الميوكس كله هذا راح يكون انا عندي بالايروي وبالكف، راح يطلع على برا ويطلع برا الجسم، فبالتالي عنده كثير سبيوتم، راح يعني راح بالتالي راح يقح كثير، والكف تبعه ميكس وذ سبيوتم. تمام، باختصار انا عندي البرايمري انفكشن، راح يكون انا عندي برايمري كومبلكس، عندي لوكالايزد كاسيشن، عنده ثلاث خيارات، يا اما هيلد ليجن وراح يصير انا عندي فايبروكالسيفايد نوديول تمام، وهذا الاشي راح يعمل لي كاسيشن في الليمف نودز، راح يعمل لي ليتنت ليجنز يعني اورجانيزمز دورمنت في البولمونري او اكسترا بولمونري، وراح يصير له انا ايش عفوا انا خربطت. البرايمري كومبلكس بقول لك راح يكون انا عندي هيلد ليجن، بس راح يصير انا عندي ايش سكار اللي هي هاي بنسميها فايبروكالسيفايد نوديول، بس ايش الاورجانيزمز نوت فايبل، يعني انا عندي ما راح يعني ما عندي تي بي عايشه خلاص، بس انه والله بسبب الجرانيولوما سببت السكار تمام، او راح يكون انا عندي ليتنت انفكشن هاي ما صفت مش سكار صفت متخبي فيها التي بي تمام، او راح يصير انا عندي الخيار الثالث راح يكون انا عندي بروجريسيف برايمري تي بي تمام، الشخص اول ما تعرض للتي بي لاول مره اصلا مناعته صغيره مناعته قليله عفوا. ليش؟ لانه مثلا باخذ كورتيكوستيرويدز او كيموثيرابي، فبالتالي راح يدمر لي الرئه، راح يعمل لي ديسامينيشن عن طريق البلد تمام، عن طريق بلد فيزلز، راح يهاجم الليفر، راح يهاجم السبلين، فراح بنسميها هاي ميدياري تي بي لما تهاجم سيستميك تمام. تمام، من الممكن انه انا هذا الشخص بسبب المناعه القليله مثلا احنا رفعنا مناعته الامور تمام، عملنا له مثلا بون مارو ترانسبلانت الامور تمام، ولكن بسبب تقدم المرض راح يصير له ري انفكشن، راح يتعرض كمان مره للمرض تمام، او راح يصير له ري اكتيفيشن برضه بسبب الاميونيتي انا نزلت انا عندي، فسببت لي ايش سكندري تي بي، فسببت لي انا عندي ايش سكندري تي بي. سكندري تي بي مشهوره عنها انها تعمل لي كافيتيشن، تعمل لي كاسيشن، تعمل لي سكار تمام، وهذا كله لوكالايزد كاسيتنج ديستركتيف ليجنز، راح تدمر لي يعني حرفيا كانه انت قاعد بتحكي راح تدمر لك ايش انتاير لوب من الممكن تمام، راح يعمل لي ماسيف هيماتوجينوس ديسامينيشن اكيد يعني انت لاحظ قديش انا عندي بلاد فيزلز، راح يصير له ايروجن هنا وتنتقل عن طريقه البلاد، تنتقل عن طريقه التي بي، وبرضه بنفس الوقت لما يصير انا عندي ايروجن فور بلاد فيزل اكيد انا البلاد راح يصير انا عندي هيموريج، الهيموريج وين راح ينزل؟ راح ينزل لي للالفيلاي، راح ينزل لي انا للايرويز تمام، فانت راح تعمل كف علشان تطلع هاي الشغلات، ف يو ويل كافينج بلاد، فراح يصير انت عندك هيموبتسيس تمام. وبرضه بسبب الديسامينيشن راح يصير انا عندي ملياري تي بي اللي هو سيستميك سبريد. طيب سكندري بولمونري تيوبركلوسيس كونسيكونسز، شو من ممكن ان تكون انا عندي عواقب الري اكتيفيشن؟ بروجريسيف بولمونري تيوبركلوسيس بقول لك الابيكال ليجنز انلارج، راح تتضخم، اند ذا اريا اوف كاسيشن اكسباندز، وكميه الاريا اللي راح يصير فيها انا عندي جرانيولوما، راح يصير انا عندي كاسيشن يعني نكروسيس فيها انا عندي، راح تتوسع. الايروجنز انتو ا برونكاس ايفاكيويس ذا كانز ذا كيسيوس سنتر، راح يصير انا عندي حرفيا التثقيب، راح يصير انا عندي حفر في منطقة الكيزيوس. ليش؟ لأنها منطقة هشة، منطقة نيكروسس، فراح يعني خلينا نحكي راح نخزنها ونحفرها تمام. productive cuff، شو يعني راح يصير أنا عندي productive cuff؟ يعني راح يطلع لي أنا حرفيا البص الكيزيوس كله هذا أنا راح يطلع أنا عندي راح يتغير لون
الميوكس، فبالتالي راح يصير مثلا انا عندي لون اخر، فبالتالي انا من ممكن اني انا اميز من السبيوتم والله باي مرحله المريض هو في التي بي. اذا صار انا عندي اخر شيء برضو بكون انا عندي ايروجن للبلد فيسل هيمابتوسيس، اذا انا شفت الدم الله يعطيك العافيه انا صار انا عندي كاسيشن وصار عندي ايروجن وصار عندي كافيتيشن واخر شيء ايروجن للبلد فيسلز، يعني مرحله كثير متقدمه بالايش بالديفورميتي باللنج. ميليري بولمونري ديزيز، يعني انا صار انا عندي سبريد اوكرز وين اورجانيزمز ريتش ذا بلاد ستريم، وصلت البلاد ستريم بسبب الايروجن للبلد فيسل ثروت لمفاتيك فيسلز اند then recirculate to the lung via pulmonary arteries، من ممكن انها ترجع. طبعا هون حط الدكتوره lymphatic vessels وبرضه من ممكن انها reach to the bloodstream directly عن طريق الايروجن تبع blood vessels. pleural involvement، من ممكن انها توصل للبلورا، الانفكشن يوصل للبلورا، فمن ممكن يسبب لي pleural effusion. ايش يعني pleural effusion؟ يعني liquid يعني يصير انا عندي excess fluid في البلورال كافيتي. فتوبركلوسيس امبيما راح ممكن يكون انا عندي اوبليتريتيف فايبروسيس بلورايتس مي ديفلوب، فمن ممكن ان انا تسبب لي اوبليتريتيف يعني مدمره فايبروسيس يعني فايبروس اتدبلت بفايبروس تيشو بلورايتس انفلاميشن تمام مي ديفلوب، يعني ممكن توصل لي انه انا تدمير البلورا وتستبدا يعني بلورا وسكار تيشو فايبروس تيشو يصير انا عندي انفلاميشن فيها كله بسبب تي بي. انت بتخيل لوين؟ علشان هيك هي most common cause of death among one microbe infection. systemic miliary tuberculosis بقول لك when organisms disseminate hematogenously، لما تنتقل عن طريق الدم لباقي انحاء الجسم. systemic miliary tuberculosis is the most prominent in the liver، اكثر شيء موجوده بالليفر، بعدين البون مارو، بعدين السبلين، بعدين الادرينال جلاندز، مننجس، كيدني، فالوبيان تيوبس، وابيديدمس. باختصار مين هم جماعه الريبرودكتيف سيستم؟ ابيديدمس وفالوبيان تيوبس. تمام تمام. مين خلينا نحكي يعني مصحو موديول يو جي؟ تمام، فاكيد راح يكون مع الكيدنيز، صح ولا لا؟ طيب، وكون الكيدنيز بتعمل افرازات لهرمونات والشغلات هاي اكيد راح يكون مع الادرينال جلاند، وكون يعني كونها فوقيها يعني، وكونه جلاند وبرين والبرين فيه جلاندز كثيره فاكيد راح يكون انا عندي مننجس. واكيد يعني الكيدنيز مصح تعمل فلتريشن، طيب والليفر بيعمل لي فلتريشن صح ولا لا؟ والليفر مثلا مسؤول انه يصنع لي عده شغلات، والبون مارو برضه بيصنع لي الار بي سيز تمام والوايت بلاد سيلز تمام. مين طيب المصاحب البون مارو بصنع لي الوايت بلاد سيلز؟ طب مين بقوم بتنقيتها ومين بصنع لي الماكروفيجز؟ بتقول لي السبلين. فانت حاول تربطها زي هيك ان شاء الله ما بتنساهم، زي مثلا لو ربطتها زي ممتاز. بقول لك isolated organ tuberculosis ايش يعني؟ بقول لك one of the organs or tissue seeded hematogenously and maybe presenting manifestations of TB، يعني هذا العضو حرفيا تم زراعه التي بي فيه وقاعد باكل هواء زيه زي اللانج. الأورغانز typically involve include meninges السحايا، tuberculosis meningitis ممكن تصير هي، الكيدنيز راح يكون أنا عندي renal tuberculosis الأدرينال، البونز ممكن تسبب لي osteomyelitis التحاب العظم، الفالوبيان تيوبس سالبنجيتس راح يصير أنا عندي اسمها، وهم نفسهم اللي هون بس زيادة لهم الإيش البون. طبعا احنا حكينا هون بون مارو فهو هون برضو البونز، يعني اكيد راح توصل انا عندي ايش المايل لانه بون مارو. طيب لمفادينايتس، يعني انا عندي انفلاميشن باللمف نودز. بقول لك موست فريكوينت اكسترا بولمونري تيوبركلوسيس موست كومن فورم، ليش؟ لان قريبه منها كثير، فاذا بدها تطلع الاقرب شيء منها مين؟ اقرب شيء منها اللمف نودز. يوجوالي اوكيرينج ان ذا سيرفايكال ريجن، بتكون انا في اللمف نودز موجوده في المنطقه العنقيه. لمفادينوباثي تندز تو بي يونيفوكال، يعني راح يكون خلينا نحكي على جهة واحدة تمام، يعني مثلا لأنه إذا ضارب الرايت لنج فراح يكون أنا عندي بالرايت مثلا لمف نود بالسيرفيكال ريجن. شو الكلينيكال فيتشرز؟ الكلينيكال فيتشرز بيقول لك localized secondary tuberculosis maybe asymptomatic، من ممكن إنه ما يظهر عليه، مناعته ممتاز يعني مناعته نزلت فترة معينة بعدها طلعت ارتفعت بسبب مثلا كورتيكوستيرويد كورس الشغلات هاي كلها. cytokines related TNF interleukin 1 symptoms، يعني إذا المريض أنا كان أنا عندي مثلا مع اوتوميون ديزيز فهو باخذ تي ان اف انتاغونست والشغلات هاي كلها، او عفوا 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 انا خربطت،
يعني بسبب الانفلاميشن الصادر عن التي ان اف والانترليوكن 1، شو هو شو راح يسبب لي اعراضه؟ ماليزيا انوركسيا ويت لوس وفيفر، ممكن انه يسبب لي الانفلاميشن والجرانيلوماس ميوكويد. يعني كالتالي ميوكويد يعني ميوكس، ليتر بلورنت باسيلاي كونتيننج سبيوتم. يعني اول شيء انا بكون انا عندي عباره عن ميوكس، بعديها بلورنت باسيلاي كونتيننج سبيوتم. وهذا شيء يعني خلينا نحكي بالسبب، يعني اربط لكم اياها ليش بلورنت يعني ابيض والكاسيتنج لونه ابيض. خلينا نربطها، متى بصير انا عندي بلورنت؟ لما يكون يحتوي على الباسيلاي، يعني لما يصير انا عندي باس ويصير انا عندي الشغلات هاي كلها. هيماتوسيس بعدين لما يكون انا عندي اروجنز للبلاد فيسلز، تمام، فبصير انا عندي بلادي. بلورايتك بين بكون انا عندي في البلورا اللي هو اخر شيء مرحله، لما يعمل لي انا عندي ايش؟ راح يعمل لي ديستركتيف فايبروس بلورايتس. اكسترا بولمونري مانيفيستاشن، من ممكن ان انا يصير انا عندي تي بي سالبنجايتس مي بريزنت اس انفيلتريتي. انا اكيد يعني تي بي، التهاب التي بي وصل انا عندي الفالوبيان تيوبس المسؤوله انها تعمل لي الحويصلات، خلينا نحكي الناس الاسم الحويصلات، فبالتالي هذا الاشي ممكن يؤدي للعقم. tuberculosis meningitis with headache and neurologic deficits, pot disease with back pain and paraplegia. paraplegia هو الشلل الرباعي. هسا التي بي اذا يعني خلينا نحكي هون انا عندي بالامراي، تمام، انا التي بي كثير بحب انه يهاجم لي، خلينا نحكي مش بحب او بفضل، اذا بده يهاجم العمود الفقري يهاجم بالانترفيرتبرال ديسكس، يهاجم الديسك نفسه، تمام. فواحدة من النيورولوجيك افكتس اذا هاجم الديسك انه يعمل لي هاي البامب، تمام، في الباك في الظهر، تمام، او بوت ديزيز، تمام، او يعمل لي بوت ديزيز او يعمل لي بارابليجيا انه بسبب الضغط انه يعمل لي ايش بعدين شلل رباعي. الدايجنوسيس كيف انا اشخص التي بي؟ بقول لك ديمونستريشن اوف اسيد فاست اورجانيزم ان سبيوتم باي staining or by use of fluorescent or aramine ramudine. بقول لك يعني انه انا اعمل acid fast عن طريق الزرينر نيلسن، تمام، او اني استعمل تقنيه الاشعاعيه fluorescent aramine ramudine. بقول لك الكلتشرنج، بس الكلتشرنج بصراحه باخذ 10 اسابيع، ف بس تشويس خلينا نحكي، او انه مثلا اعمل كلتشرنج واستنى 10 اسابيع في حال كان مثلا ستيبل، او اني اعمل بي سي ار امبليفيكيشن للدي ان اي تيستينج، تمام. هاي الارومين ستين وهاي الايش الزيدن ستين، ات اولسو نيدز 1 داي، تمام، عشان تطلع لي هاي الستيننج، تمام. هاي هذا السلايد راح يعمل لكم اياها. زي ما حكينا الدكتوره ركزت على النايت سويتس وعلى الكوف في حاله التي بي، فاذا اجاكم سؤال كيس بتعلق بالنايت سويتس وشفتوا برضه كوف، خلي بالكم التي بي، تمام. نايت سويت بلس ويت لوس، برضو الدكتورة ركزت بالصورة هاي وحكت ايش انا عندي تي بي. ان شاء الله تكون الامور تمام. اي سؤال contact me، ان شاء الله الامور واضحة كاملة. الله يعطيكم الف عافية، دمتم سالمين، والسلام علينا وعليكم.